صباح الخير مشاهدينا على صفحتنا على الفيسبوك. اليوم احنا بباب الشيخ وراح نصور اليوم اقدم استاذ علي معمل تورنا. نعم. للحاج تقي تكمشي. حاج علي تكمشي. اقدم تورنا هنا بمنطقه باب الشيخ. تعود الحرب العالميه الثانيه. يعود الحرب العالميه الثانيه سنه 48. سنه 48 يعني بعد ال 45. بعد انتهاء الحرب. بعد انتهاء الحرب. يعني كل اليات اللي تستخدم حاليا هي تعود لتلك الفتره. نعم. والورثه محافظين عليها. نعم. ابا عن جد. صارت هسه للاحفاد نقول. للاحفاد هسه ابا عن جد. نعم. هذا هو الحاج تقي هو اللي لابس الفينه هذه لابس الفينه وهذول اولاده كلهم متوفين وهم قتل الاحفاد هسه للاحفاد استاذ علي نقدر نشوفها؟ يلا تفضل 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 استاذ علي احنا حاليا باب الشيخ وهاي الاليات اللي راح تشوفها طبعا راح تتفاجئون طبعا كلها قوايش وتشتغل بنفس الاليه القديمه صار لها حدود تقريبا يعني في 60 80 سنه تقريبا. نعم العفو هذه كانت نعم بالبصره بمنطقه الشعيبه. نعم من مخلفات الجيش البريطاني. الجيش البريطاني واشتراها شفيق عدس وهم من نفس المكان اللي مشترين بها يعني من نفسه. اشتروها من شفيق عدس اللي باع ايضا معدات الجيش البريطاني لاسرائيل. بالضبط. واللي انعدم بسببها. وهذه جزء من عندها يعني محافظين عليها والباقي راحت انتهت. الباقي راحت. هذه ايضا جزء من التورنا القديمه لان هنا اعتقد هنا واحد يهودي هنا مكتوب الوكلاء الوحيدون في العراق. نعم. هذا مكتوب اسمه الياس بحوشي اخوان. هذه جزء من التورنا. هذا مزرف. هذا مزرف. نعم. شوفوا اخوان هذا المزرف هو يعود لتلك الفتره مو؟ نعم. ايوه نفس. هذا ايضا يعود لتلك الفتره تشوفون هاي الاليات مالت المسننات. وراح نشوف لكم السقف وشلون راح يتحرك ويشتغل كانه خليه مال نحل. قوايش قايش مرتبط بقايش وقلت لي كلها من بكره الى بكره كلها مرتبطه بموتور واحد هو هذا بالسقف هذا من سنه 48 لحد الان هذا الموتور لا حد يسوي له صيانه ولا حد ولا حد واصله يشتغل لحد الان من سنه 48 لحد الان خلي يسمعون المقاولين اللي يشتغلون هسه هذا اللي يشتغل من سنه 48 موتور ومشغل هذا السقف كله قوايش ناقلات من مكان لمكان هاي القوايش تنقل كل المعمل يشتغل كل المعمل يشتغل وهسه راح نشغل لكم اياه على موتور هذا معلق بالسقوف من سنه 48 سنه 48 شغلنا يا استاذنا العزيز شوفوا تفرجوا تفرج طالعني على البكره الكبيره شوفها وين البكره الكبيره؟ تفضل 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 شوف هذه تقول عبالك قطار تفضل عبالك قطار تفضل هذا الشغل كله تفضل هذا قطار ده يشتغل بالسقوف ده شوف هذا ناقل حركه هذا ناقل حركة عبالك خلية مع النحل شوف تفضل با 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 البكرات اشكم محدة اشكم يسأل عليه وايد هذا كان معمل بيه حوالي 10 مكاين بيه 10 مكاين أكثر من عمار يحدثون أكثر من 10 هسه راح يعشق عن هاي طريق العتلة شوف هاي العتلة صورها اي صح راح يعشق هاي الطريقة هذا عشق هنا شغلت المكينة هذه ها استاذ علي شغلت هسه هاي صورنا يعني حتى راسنا اكو اسرع من قبل من اسرع اكو يقدر هذه يبدل القايش بس اقول يقول لا بس يبدل القايش هذا يصير بعد تزيد السرعه مراحل عادي يعني شوف هذه باوع الاليه ينقطع قد مراحل يعطيكم الصحه والعافيه يا جيلنا واهل قبل يعني انتم بنيتوا بلد يا ما ناس استفادت من هذا شغلكم يا ما شغلتم محركات يا ما شغلتوا محركات هاي مال المي اللي تنقل المي استاذ علي مكاين الرستن والليستر واشكال مكاين معامل الطابوق الطحين كلها الرستن وايد اشتغلتوا على الرستن وايد شنو كان عطلهم ذن الرستن مضخات مال المي نسوي دوز الرستن نسوي ايه نسوي لها دوز مالته الغراض كلها تابعه لها نشتغل ايه منو جدك الله يرحمه؟ تقي علي تكمتي تقي علي التكمتي اي من اهالي باب الشيخ القدماء انت من اهل بغداد اي من اهل بغداد بس انت بس انتم حاليا في باب الشيخ اي واحنا ظلينا الورثه لحد الان هي ما حدا انتم الورثه متابعين نفس الطريقه اللي كان بيها جدي نفس الطريقه من الاربعينات من 48 47 لحد هذا اليوم نفس هاي الطريقه احنا بهذا الدور استاذ علي ايش راح ندعو؟ ندعو لكل الفضائيات واللي يوثقون
ان يزورون هذا المكان الجميل. أكيد أكيد. وهذا اني لو يعني حقيقه المفروض يتحول الى متحف للطلبه الدارسين اللي يهتمون. شلون كانت الصناعه؟ كانت الناس قبل تشتغل؟ شلون وايد الهم سووا هالطريقه هاي؟ اي اي يعني اتعجب علي جدي بلاك 47 شلون كونه وشلون سواه. ايش كم بكره بالسقفته؟ يعني قبل يعني هذه يعني هذا كله عمل هنا. اي استاذ علي شوف حتى هاي البنكه القديمه الانجليزيه استاذ علي. اي استاذ علي هاي انتم كلها تشتغل تفطر حتى الان تفطر. شوف ناقل الحركه شلون دا يفطر بالسقف كله بقى ناقل الحركه شلون دا يشتغل. بيجيب لي هسه خبراء بيجيب لي خبراء المهندسين. ها استاذ علي نعم خلي يشتغلون لنا هاي التقنيه. ها تفضل بابا 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 تفضل بابا. شوف ناقل الحركه شلون دا ينتقل. شغلنا المزرعه بابا. هذا المزرف يشتغل على القايش. كله قايش يعني هذا المعمل كله يشتغل على القايش. على القايش واحد بس على البقره اللي بره المعمل كله. شوف هذا المزرف من الحرب العالميه الثانيه لحد الان شغال. هذا شوف بس والله رهيب. شوف هذا المعمل كله ده يشتغل كله بكرات. انت من احفادهم مستمرين انتم بعملكم؟ مستمر لحد الان هذا شغله وهذا ومستعدين اي شغله تتطلبها منكم الدوله لاي مشروع. أي مشروع اي مشروع مهما كان ضخامته تنفذوه. ننفذه وتشتغلوه بكل رحاب الصدر. برحاب الصدر وباخلاص طبعا. اهم شيء الاخلاص والامانه. شوف العراقي من يشتغل باخلاص. طبعا احنا العراقيين خصوصا لازم نشتغل باخلاص. باخلاص متعلمين تربينا.